أنا شخصيا في حاجة كبيرة ياسر لي ركح فيه برشا موزيكا وبرشا عازفين وإذاعة، معناها من إذاعة يزمها تكون توب، وال الصوت يزم يكون توب وكل شيء بالقد. ومش أنا باركرة، باقي نقول لك أي معناها أي فنان من حقه انه يكون محطوط في ظروف جيده للعمل. هذا الفنان مطالب انه يحضر فيش تكنيك نتاعو محترفه على الاخر، ويقعدوا بعد يعملوا اجتماع ويتناقشوا على فيش تكنيك معناها والاغنيات وهذه حلوه وهذه خايبه. الفنان الغربي مثلا ما فماش نقاش، تقبل ولا ترفض. معناتها وقت اللي ياني جاي والا ما نعرفش انا استرومايي جاي فماش، فما ورقه تصح عليها ولا مش لازم. نقول لك تو الرياكسيون بتاع المستمعين شنو هي؟ تيلي هذاك ياني عاد، وهذيك انا جات عطايا انا اي نعرف، وهذيك انا جات عطايا نعرف انا تو باقي. وهذيك لطفي شنيق، وهذيك صابر ربيعي، وهذيك زياد غرسه. انا نحكي لك ديما على الفنان التونسي، ديما نعاود ونقول من حقه انه يعتلي اي ركح نتاع اي مهرجان. انا عندي شروط كما قلت لك، هذه معناها شروطي. مهرجان الحمامات فما في دوره من الدورات اللي تكريم نجات عطيه، علاش ما كنتش متحمسه برشا؟ نسيت انا الحكايه دي الحقيقه. اي هني ذكرتك بها والله نسيت. علاش ما تتحمسش لتكريمك؟ تلقاهم قالوا لي مخر، انا متاكده معني يا اما قالوا لي مخر ولا فما تخلبيزه في وسط الحكايه معني. ولا ما تحبش تكريمات؟ لا لا علاش، لا بالعكس، انا من النوع اللي نحب نتكرم تو، ما نحبش نتكرم بعد هكا يحطوا تصويرتي وزعما يا حسره وقتا درشنا. لو سنكرم نجات عطيه بعد 200 سنه ايه ان شاء الله، شو نحب ونكتبوا عليها في حفله التكريم هذيا لاجيال جديده اخرى؟ شو نكتبوا؟ أعطيني ثلاثة اقتراحات خلينا نختار. أعطيني ثلاثة ولا زوز. أعطيني أنت، أعطيني أنت. أنا ما نجمش نلقى وصف لنفسي الحقيقة، ما نجمش. أولاً ما نجمش نقيم نفسي، ونخاف نقيم نفسي يا نظلم نفسي يا نشكر نفسي برشا معناها. ما نعرفش الحقيقة. معناها لو جوست كيفاش نقولوا معناها؟ لو جوست ميليو ما نجمش نقولوا. خاطر أنا بيان سور باش نقول لك معناها شنو مثلا. باش نقول 200 سنه اخرين باش نقول درش ولا نقول لك ليه ولا يقولوا معناتها ما نقيتش الوسط ما لقيتوش.